الخير يا جماعة الخير، احنا على بعد امتار من وجود الدبابات الاسرائيلية، ومع تصاعد يعني القصف على مخيم جباليا هذه الثلة اللي رافضة تنزح. وهذه الحجة ما شاء الله عليك يا حجة، مالك مش طالعة؟ الدبابات عندك. انا مش خايفة، انا عمري 80 سنة. بالحجر يفداي بالحجر، ونهدوا البيت مننا تحت الشجر. الله اكبر، والله ما انا خايفين. هذي مي معي، وهذا بتكفينا 5 أيام. هذا الخبز والمية 5 أيام؟ 5 أيام. وأنت هنا بدك تحمي شو اسمه؟ وأنا بدي أحمي أرضنا وأحمي الشباب وأموت قبلهم. الله أكبر. يا جماعة الخير، لما نحكي عن حاضنة شعبية للجماعة، هي الحاضنة الشعبية. هذا المخيم دائما المعارك فيه مختلفة والأجواء فيه مختلفة، عشان هيك هو صعب على الاحتلال. الجميع هنا متوحد بصوت واحد وبقوة واحدة، وبيرفض انه ينزح من المخيم الا اذا يعني صارت ساعة السفر. لكن حتى النفس الاخير في المخيم الاجواء مختلفة والظروف مختلفة.